الدرس الأول: الحركة الانتقالية. نشاط واحد: مسارات مختلفة. تأمل حركة الأجسام في الشكل المجاور وأجب عن الأسئلة الآتية: واحد، هل مسارات حركة الأجسام متشابهة؟ ما شكلها؟ لا، منحنية أو مستقيمة. اثنان، ما الكميات الفيزيائية اللازمة لوصف هذه الحركة وما وحدة قياسها؟ المسافة بالمتر، الزمن بالثانية. ثلاثة، ما العلاقة الرياضية التي تربط بين هذه الكميات؟ السرعة تساوي المسافة على الزمن. أربعة، ما احتياطات السلامة العامة الواجب على المتسابقين اتخاذها؟ ارتداء الملابس الواقية من الصدمات، توخي الحيطة والحذر. اثنان، نشاط اثنان: المسافة والإزاحة. تتحرك الأجسام في مسارات مستقيمة أحياناً وفي مسارات غير مستقيمة أحياناً أخرى. المواد والأدوات: عربة أطفال وقطع خشبية عدد 3 ومسامير عدد 3 وخيط طويل. خطوات العمل: 1. ثبت المسامير بالقطعة الخشبية. 2. رتب مواضع القطع الخشبية كما في الشكل المجاور. 3. صل الخيط بين المسامير. 4. اجعل العربة تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء ومن النقطة باء إلى النقطة جيم. 5. قص طول المسار الذي سلكته العربة. 6. ما الكمية الفيزيائية التي تعبر عنها طول المسار الفعلي الذي سلكته العربة؟ المسافة. 7. قص طول الخيط الواصل بين النقطة ألف والنقطة جيم مباشرة. 8. ما الكمية الفيزيائية التي يعبر عنها الخط المستقيم الواصل من النقطة ألف إلى النقطة جيم مباشرة؟ 130 سنتيمتر. مثال: اعتاد أسعد أن يركض صباحا من بيته إلى البقالة والعودة إلى منزله حسب المسار المبين في الشكل المجاور. مستعينا بالشكل المجاور أحسب ما يلي: 1. المسافة التي قطعها أسعد منذ خروجه من منزله وحتى عودته إليه. 2. الإزاحة التي قطعها أسعد خلال نفس المسار السابق. الحل: 1. إن المسافة تمثل طول المسار الفعلي الذي سلكه أسعد. المسافة تساوي 800 زائد 400 زائد 300 زائد 500 يساوي 2000 متر. 2. تمثل الإزاحة بخط مستقيم ينطلق من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، وبما أن نقطة النهاية انطبقت على نقطة البداية فإن الإزاحة تساوي صفرا. سؤال: معتمدا على الشكل السابق، إذا انطلق أسعد من بيته إلى النادي الرياضي ثم إلى المسجد وانتهاء بالبقالة، جد؟ 1. المسافة التي قطعها أسعد. المسافة تساوي 300 زائد 400 زائد 800 يساوي 1500 متر. 2. الإزاحة التي قطعها أسعد. مقدار الإزاحة 500 متر من البيت إلى البقالة. ما نوع الحركة التي قام بها أسعد؟ الحركة انتقالية. نشاط 3: سيارات أخوتي. تأملت سعاد وهي طالبة من طالبات الصف السابع حركة السيارات المارة في الشارع، فلاحظت أنها تتفاوت في سرعتها، ففكرت في تصميم نشاط المقارنة بين سرعة سيارة أخيها مصعب ذي الأربع سنوات وسيارة أختها لين ذات الخمس سنوات، فاقترحت تنفيذ النشاط الآتي: المواد والأدوات: سيارة أطفال عدد 2 وآلة تصوير رقمية أو هاتف محمول ومسطرة مترية ولوح خشبي وأقلام فلوماستر وبطاريات بعضها جديدة والأخرى مستعملة. خطوات العمل: 1. حدد خطي بداية السباق بين السيارتين ونهايته مستعينا بالمسطرة المترية. 2. ضع السيارتين على خط بداية السباق. 3.
استخدم المسطرة المترية في رسم تدريجي على اللوح الخشبي لتحديد موضع كل من السيارتين في أوقات مختلفة. 4. شغل آلة التصوير الرقمي. 5. راقب السيارتين أثناء حركتهما وحدد أيهما تحركت بسرعة أكبر. 6. شغل فيلم الفيديو الذي تم تصويره وحدد الزمن الذي استغرقته كل من السيارتين للوصول إلى خط النهاية. 7. أي السيارتين قطعت إزاحة أكبر بعد مضي ثانية واحدة من بدء الحركة. 8. احسب السرعة المتوسطة لكل من السيارتين خلال فترة السباق وقارن بينهما. 9. أعطي مثالاً للسرعة المتوسطة. مثال: غادرت ليلى منزلها صباحاً وبمسار مستقيم باتجاه المدرسة التي تبعد عن منزلها مسافة 600 متر بسرعة ثابتة مقدارها 1 متر لكل ثانية. ما الزمن الذي استغرقته ليلى للوصول إلى المدرسة؟ الحل: السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن. السرعة المتوسطة تساوي 1 يساوي 600 على الزمن. الزمن ضرب 1 يساوي 600، ومنها الزمن يساوي 600 ثانية، يساوي 600 ثانية ضرب دقيقة على 60 ثانية، يساوي 10 دقائق. السؤال الأول: في المثال السابق، إذا ركضت ليلى أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها وكان الزمن المستغرق للوصول إلى المنزل دقيقتين، أحسب سرعتها المتوسطة. السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن. السرعة المتوسطة تساوي 600 على 2 يساوي 30 متر لكل دقيقة. السؤال الثاني: تقع عروس البحر حيفا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وهي من أهم وأكبر مدن فلسطين التاريخية، وتبعد عن القدس حوالي 158 كيلومتر إلى الشمال الغربي. خلال رحلة مدرسية إلى المدينة، سبح عبد الله لمدة دقيقتين بسرعة 2.5 متر لكل ثانية. احسب إزاحته علماً بأن حركته كانت في خط مستقيم. السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن. 2.5 يساوي الإزاحة على 2. الإزاحة تساوي 2 ضرب 2.5 يساوي 5 متر. نشاط 4: سباق ركضة الحرية. نظمت هيئة شؤون الأسرى في 22/4/2015 سباق ركضة الحرية للأسرى في مدينة أريحة ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، والذي انطلق من جامعة الاستقلال وصولاً لمقر الصليب الأحمر وسط المدينة، حيث شارك فيه العديد من الشباب الفلسطينيين. والشكل الآتي يمثل صوراً لأحد العدائين خلال السباق، معتمداً على الشكل والبيانات المبينة عليه. أجب عن الأسئلة التي تليه: 1. متى يصادف يوم الأسير الفلسطيني؟ 23/4 من كل عام. 2. ما احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند المشاركة في سباقات الجري؟ أحرص على ارتداء الملابس المريحة. أحرص على ارتداء ملابس فاتحة اللون ليتمكن سائقو السيارات من رؤيتك عند الركض على جانب الشارع. أحرص على ارتداء الحذاء المناسب ولا تركض أبدا بحذاء جديد. 3. ما مقدار السرعة المتوسطة لهذا العداء خلال قطعه إزاحة 5 متر من بدء السباق؟ السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن يساوي 5 على 1 يساوي 5. 4. ما مقدار السرعة المتوسطة لهذا العداء خلال قطعه إزاحة 25 متر من بدء السباق؟ السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن يساوي 25 على 5 يساوي 5. السؤال الخامس: قارن بين
مقدار السرعة المتوسطة لهذا العداء في البندين السابقين متساويين. عندما يقطع الجسم المتحرك في خط مستقيم إزاحات متساوية خلال أزمنة متساوية فإن سرعته تكون ثابتة. مثال: قطعت سيارة ليث التي تعمل ببطارية جافة إزاحة مقدارها 1 متر خلال ثانيتين، جد الزمن اللازم للسيارة التي تقطع إزاحة مقدارها 4 متر من بداية الحركة، علما أن سرعتها ثابتة. الحل: السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة على الزمن يساوي 1/2 متر لكل ثانية. بما أن السرعة ثابتة فإن مقدارها ثابت يساوي الإزاحة 2/2 يساوي 4/2. نصف يساوي 4/2، الزمن 2 يساوي 8 ثواني.